الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحبة الأفاضل الذين اختاركم الله تعالى لهذه الوظيفة الشريفة السامية الربانية التي هي وظيفة الإمامة والخطابة والوعظ، وعظ الناس وتفقيههم في أمور دينهم وحملهم على أحكام دينهم وأخلاق شريعتهم، هذه والله وظيفة شريفة سامية يتقرب بها إلى الله عز وجل. ويسعدني أن نلتقي في هذا المكان الطاهر المبارك، بيت من بيوت الله عز وجل، في هذا الموضوع الذي ذكره أخونا. كما يسعدني أن يكون هذا اللقاء بتيسير وتنظيم من المجلس العلمي المحلي بهذا البلد الأمين العزيز العتيق المسلم. إذا نلتقي على هذا الموضوع الذي ذكره أخونا، وهو العلاقة بين الفقه والخطابة والوعظ. وقد ذكر في كلمته الطيبة أن للفقه أهمية بالغة في حياتنا نحن المسلمين، فالفقه وما ينبني عليه ويتعلق به من التفقه والتفقيه في الدين، به نستطيع أن نعرف حكم الله تعالى في كل ما نباشره وفي كل ما نليه من أمور حياتنا الصغيرة والكبيرة. والمطلوب منا كما هو معروف أن نعيش ديننا وأن نحيا شريعتنا في كل حياتنا اليومية، وأن نخضع كل أمورنا وكل قضايانا وشؤوننا على اختلاف أنواعها، أن نخضعها لشريعة الله عز وجل، حتى تكون حياتنا مربوطة وموصولة بالله عز وجل، أي موصولة بحكمه وبشريعته وبأمره. فكل هذا يفضي إليه الفقه ويوصل إليه، فمن أراد الوصول إلى هذه الغاية فلا سبيل إليها إلا عن طريق التفقه في الدين. ولهذه الأهمية البالغة، فإن الله عز وجل قد حث وحض عباده على التفقه في الدين. والتفقه في الدين اعتبره النبي صلى الله عليه وسلم خيرا الأعمال، يعني من أراد أن ينال الخيرية فالباب إليها هو التفقه في الدين. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كما هو الحديث الصحيح. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن هذا الدين لا يمكن فهمه ولا تطبيقه ولا الدعوة إليه ولا وعظ الناس بأحكامه وأخلاقه وآدابه إلا بتعلم أحكامه والتفقه فيه. وأجمع آية حضت على هذا هي قوله تعالى في آخر سورة التوبة: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية الكريمة ذكر فيها علماؤنا الأجلاء تفسيرين اثنين، أحدهما هو المشهور والذي عليه الجمهور، وهو أن النفير في سبيل الله ينبغي أن لا يكون من كافة الناس، بل يجب أن ينفر
جماعة منهم وتبقى جماعة تتفقه في الدين وتتعلم أحكام الدين وأخلاقه ومبادئه وشرائعه وحدوده، حتى إذا رجعت الطائفة النافرة الخارجة المجاهدة إذا رجعت إلى وطنها وجدت الطائفة الباقية قد تفقهت، فتعلمها ما تعلمت وتفقهها بما تفقهت به. هذا هو الوجه الأول الذي عليه الجمهور. وهناك تفسير ثاني ذكره أيضا العلماء وقد أشار إليه العلامة ابن كثير في صدر تفسيره لهذه الآية، قال المقصود بالطائفة المتفقهة ليتفقهوا في الدين أي الطائفة النافرة التي خرجت في سبيل الله، التي نفرت للجهاد في سبيل الله. قال بعض المفسرين هذه الطائفة النافرة الخارجة المجاهدة في سبيل الله دفاعا عن دين الله هي التي تتفقه وترجع إلى الطائفة التي بقيت في الوطن فتبلغ لها ما أخذته من فقه وتعلمته من أحكام الدين، بناء على أن الجهاد في سبيل الله والخروج من أجل إعلاء كلمة الله، هذا الخروج وهذا العدد من الناس الذين يخرجون طبعا تلك المدة التي يقضونها في هذه الوظيفة السامية هي الدفاع عن الإسلام وعن حرمات الإسلام وعن حدود الإسلام وعن بيضة الإسلام، هذه المدة التي يقضونها قد تكون أسابيع أو شهورا أو حتى أياما يعيشون فيها الإسلام يعني عيشا واقعيا، يعني أحكام الإسلام وأخلاق الإسلام ومكارم الإسلام وكل ما يتعلق بما نتفقه فيه يعيشونه في واقع الأمر، فهم يتفقهون تفقها تطبيقيا عمليا ويستنبطون الأحكام ويأخذونها من واقعهم في معسكرهم وفي رباطهم، فهم الذين يتفقهون. فإذا رجعوا رجعوا بما عندهم من الفقه ليعلموا الذين بقوا يحرسون حرماتهم وأموالهم وأعراضهم إلى آخره. ومهما يكن من الأمر سواء حملنا الآية على المعنى الأول الذي عليه الجمهور أو على المعنى الثاني المطلوب أو المعنى المقصود، أن الآية الكريمة تحض على التفقه والتفقيه. الآية الكريمة تحض، والحض عند الأصوليين وعند علماء الشريعة معناها الوجوب، الحض وسيلة من وسائل الوجوب، أسلوب وصيغة من صيغ الإيجاب، إذا حض الشرع على شيء فقد أوجبه عليك. فإذا معنى هذا أن التفقه في الدين والتفقيه فيه واجب. التفقه يعني أن يعمد المسلم إلى أن يتعلم وأن يتفقه في الدين، والتفقيه أن يفقه العالم الفقيه من لا فقه له، فكل منهما واجب على المسلمين. وذلك لأن هذا التفقه الذي لا يحصل إلا بالتفقيه، طبعا إنما الفقه بالتفقه وإنما العلم بالتعلم، والتعلم يكون عن طريق التعليم والتفقه يكون عن طريق التفقيه. هذا التفقه في الدين على الأقل في حدوده الدنيا ما لا بد منه، هذا التفقه هو الذي يحفظ لنا الدين من الداخل، لأن الله تعالى في شريعته التي تعبدنا بها تطبيق أحكام هذه الشريعة والالتزام بها كلها يضمن لنا حفظ الدين من الداخل ومن الخارج، من داخل أي يعني من داخل المجتمع المسلم، من داخل البناء، من داخل الذات. فالمجتمع المسلم إذا أراد أن يحفظ دينه من داخله فيجب أن يتعلمه ويجب أن يتفقه فيه، فهذا حفظ الدين من الداخل، لأن أول الحفظ هو إيجاد المحفوظ. كيف يمكن أن يحفظ شيء غير موجود؟ فإذا أول الحفظ هو أن نتعلم هذا الدين، أن نتعلم أحكامه وأن نعرف حدوده، شرائعه، أخلاقه، آدابه، فضائله، مكارمه،
أن نعلم ذلك كله لنقيمه في حياتنا ولنطبقه على واقعنا ولنسير به أمورنا ونحكمه في كل تصرفاتنا. إذن هذا هو حفظ الدين من الداخل، من داخلنا، من داخل أنفسنا ومن داخل قلوبنا ومن داخل بيوتنا ومن داخل مجتمعنا. هذا يسميه العلماء الحفظ من الداخل. ولا سبيل إلى الحفظ الثاني إلا عن هذا، إلا عن طريق هذا. لأن الحفظ من الخارج، شنو هو الحفظ من الخارج؟ هو إذا اعتدي على هذا الدين وعلى أهله وعلى ما يسميه علماؤنا ببيضته، بيضة الإسلام هي الحوزة الإسلام، وطن الإسلام، حرمات الإسلام، مقدسات الإسلام. فإذا وقع اعتداء على بيضة الإسلام وحرمة الإسلام فينبغي الدفاع عن هذا. هذا الحفظ من الخارج هو رد الاعتداءات ورد كل هجوم على الإسلام وكل طعن، سواء كان هذا الهجوم يعني هجوم سلاحي أو هجوم فكري. لأن يعني حتى الذي يطعن في الدين هذا حرب، هذا يحاربك، فيجب أن ترد طعونه. الذي يهجم عليك بسلاحه يجب أن ترده أيضا لتحفظ أعراضك وتحفظ دينك وأهل دينك. فإذا الحفظ من الخارج هو رد العدوان ورد كل طعن في هذا الدين. وإذا هذا الحفظ هو متأخر عن الحفظ السابق. الحفظ الأول هو الحفظ من الداخل، هو إيجاد هذا الدين، إيجاد قيمه، إيجاد حقائقه، ولا يكون هذا إلا بتعلمه ثم بتطبيقه وتنزيله على أرض الواقع. فإذا تعلمناه وفقهناه وعرفنا قيمته والتزمنا به في حياتنا، إذن هناك دين موجود، هناك إسلام قائم فينا وفي حياتنا. فحينئذ يمكن أن ندافع عنه من الخارج إذا اعتدي عليه. أما إذا لم يكن قائما أصلا فعما تدافع؟ يعني الحفظ من الخارج لا وجود له حينئذ، لا معنى له، لأن الحفظ من الخارج لا يكون إلا إذا كان عندك على كل حال دين وعندك إسلام وعندك يعني حرمات وعندك إلى آخره. أما أن يكون هناك دفاع من الخارج وحفظ من الخارج لشيء غير موجود فهذا غير معقول. لذلك فالآية الكريمة تدل على وجوب التفقه والتفقيه، لأن بهما يوجد الدين ويقوم، بهما يحفظ الدين من الداخل. ولذلك يعني نجد آيات كثيرة تؤكد هذا المعنى. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا الذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين. أول شيء هو إقامة الدين، إيجاد الدين من حيث هو أحكام وأخلاق وقيم، يعني أن يسودنا في حياتنا وأن يكون هو الحاكم وهو الموجه وهو المسير. أن أقيموا الدين، هذه وصية الله لكل أنبيائه ورسله، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وعلماؤنا عندهم قاعدة أصولية وهي قولهم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فكل ما يفتقر إليه أو تفتقر إليه إقامة الدين فهو واجب. إذن التفقيه في الدين وتعليم الناس أمور دينهم ووعظهم وإرشادهم وتعليمهم كل ذلك واجب، لأنه هو السبيل الوحيد لإقامة الدين، فما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ثم أيها الأحبة الأفاضل، التفقه في الدين لا بد فيه من تحمل مشقته. انظروا إلى هذه العبارة وهذه الكلمة الربانية، ليتفقهوا في الدين. فلولا نفر من كل طائفة من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. تفقه يتفقه تفقها، هذا البنية ديال هذه الكلمة تدل على بذل المشقة. كل فعل على هذه الصيغة تفعل، التفعل مصدر التفعل، كل كلمة على هذا الميزان اللي هو التفعل
فإنها تدل على بذل الكلفة والمشقة. فالتفقه معناه في اللغة بذل الكلفة لحصول الفقه، التعلم بذل الكلفة لحصول العلم، وهكذا أي كلمة وجدتها على وزن التفعل فمعناها بذل الكلفة والمشقة والجهد لحصول ذلك الفعل. إذن معنى هذا أن المسلم يجب أن يعد نفسه ليتحمل ما قد يمكن في طريق التعلم والتفقه من مشاق هذا التعلم والتفقه، فلا ينتظر أن يأتيه الفقه والعلم يسعى إليه سعيا، لا أبدا أبدا، وإنما يجب أن يجند نفسه وأن يصبر على الجلوس في الحلقات في البرد والشتاء وفي الحر والصيف، وأن يسعى هو بنفسه إلى حيث توجد مجالس العلم، وأن يسأل العلماء، وأن يقرأ الكتب ويستفسر عما استشكاله فيها وإلى آخره من الوسائل التي تفضي إلى حصول العلم والفقه. فإذا لا بد من تحمل هذه المشقة، ولا بد من تحمل هذه الكلفة وهذا الجهد لحصول الفقه في الدين والعلم بأحكامه. وحتى لو نظرنا إلى تعريف فقهائنا للفقه نجد أنهم ضمنوا هذا المعنى في تعريفهم، لأن الفقه عند الفقهاء العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية المكتسب. إذن فالفقه بالشريعة الإسلامية ينبغي أن يكون مكتسبا، ينبغي أن نكتسبه اكتسابا بجهدنا، ينبغي أن نحصله تحصيلا بإفراغ وسعنا وتحمل المشاق، سواء المشاق البدنية المشاق المالية، ننفق لنتعلم، نصبر على كل مكروه لنتعلم. فحتى الفقهاء تنبهوا لهذا المكتسب، هذا العلم بالأحكام الشرعية من صفته أنه مكتسب من أدلتها التفصيلية، فليس الفقه شيئا يأتي هكذا يعني من. ثم التفقيه هو الوسيلة إلى حصول الفقه، فلا بد إذن أن تكون المسألتان متلازمتين، التفقه والتفقيه. فكما أن المسلم يبذل كل ما يستطيع من جهد ومن نفقة ومن غير ذلك ومن صبر ومن ليتفقه في الدين، فكذلك ينبغي على أهل العلم أن يبذلوا ما يستطيعون وأن يتحملوا ما يستطيعون ليفقهوا من جاء يتفقه عندهم. يعني المسألة واجبة عليهما معا، واجبة على المسلم أن يتفقه وأن يعني يخطو ويسلك مسالك هذا التفقه، وكذلك على صاحب الفقه والعالم فيه أن يبذل وسعه ليفقه غيره في الدين، فهما معا واجبان. والتفقيه الذي ذكرته الآية الكريمة ليس هو مجرد أن تلقي بما عندك من المعلومات وأن يعني تلقي بما تحفظه من نصوص ونقول ومنظومات ومصنفات وما إلى ذلك، لا، هذه وسيلة فقط، جزء من العملية، وإلا فإن المطلوب منك أيها الفقيه المفقه الناس، أيها المعلم الناس، المطلوب منك أن تصل بهم إلى العلم والعمل معا، لا بد منهما معا. النتيجة التي تقف على الأول فقط هذه نتيجة ناقصة، حصول العلم فقط دون العمل به ناقصة، لأن العلم في ميزان الله عز وجل من خصائصه وطبيعته أنه مقرون بالعمل، فالعلم المنفك عن العمل لا قيمة له ولا اعتبار به في ميزان الله عز وجل، لا بد. الله تعالى يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه،
يعني الآية الكريمة تقارن بين نموذجين من الناس، هذا أحدهما هو المذكور وعكسه مطوي محذوف ما ذكر للعلم به. فالله تعالى يقارن بين النموذج الأول الذي ذكره لأهميته ولأنه يستحق الذكر، هو اللي قال في الله تعالى أمن هو قانت آناء الليل، يعني إذا بحثت عنه في الليل تجده ساجدا يعني راكعا قانتا لله تعالى أي عابدا. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة أي يخاف الله تعالى وعذابه ويحذر أنه إذا لقي ربه لقيه بغير عمل أو بذنوب ومعاص، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، يعني هذه كلها نتائج علمه. يقارن الله تعالى في هذه الآية بين هذا النموذج العابد، هذا النموذج المتقي الصالح الذي دائما صفاته وحاله الركوع والسجود والقنوت والخوف من الله تعالى ورجاء رحمته، هذا صنف، وعكسه ذلك الإنسان الذي ديدنه العبث واللعب واللهو والإقبال على الدنيا والإعراض عن الآخرة والغفلة عنها وعن ربه عز وجل. فالمقارنة بين الصنفين، ثم جاءت النتيجة، نتيجة المقارنة في قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فالصنف الأول الذي ذكر وذكرت أوصافه وأحواله هو الذي اعتبر عالما، قل هل يستوي الذين يعلمون، فالذين يعلمون هم الذين انتفعوا بعلمهم، هم الذين عملوا بما علموا، وأما الذي عنده علم غزير ولكنه ما انتفع به إطلاقا، بل قد يكون يوظفه في العكس في الهدم والتخريب وإعطاء القدوة السيئة، هذا في ميزان الله تعالى ليس بعالم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. من هنا إذن فإن التفقيه المطلوب في هذه الآية الكريمة هو الموصل إلى العلم والعمل معا. ولذلك انظروا إلى هذه الآية كيف قال فيها الله تعالى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. شوف هذه الكلمات بثلاثة، ليتفقهوا في الدين، ها هي احنا عرفناها، ليبذلوا الجهد لحصول التفقه في الدين والعلم بأحكامه، ولكن فسر لك هذا التفقه ببيان آثاره ونتيجته وغايته التي يجب أن يصل إليها. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم، فالتفقيه في الدين إذا خلى عن إنذار المتفقه فلا قيمة له، إذا ما ليس مجرد أن آتيك بالأحكام ونقول لك هذه حلال وهذه حرام وهذا بيع السلام وهذا بيع العينة وهذا كذا وهذا كذا، ويكون ذلك جافا لا علاقة له بالتوجيه والإرشاد والوعظ والتخويف من الله عز وجل، إذا لم يكن هذا فما المقصود بهذه الأحكام؟ الأحكام إذا كانت مجردة يابسة جافة لا قيمة لها. نعم تقول له هذا حرام تنصحه، انصحه وعظه وخوفه بالله وبين له ما هي القيمة للحرام عند الله عز وجل حتى لا يرتكبه، أما تقول له هو حرام وجد بعد الطريق ومشي يرتكب الحرام ما قلت شيئا. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، لعل المتفقهين يقع لهم الحذر أي الخوف من الله عز وجل، لأن العلم الشرعي الحقيقي هو الموصل إلى الخوف من الله وإلى الخشية من الله عز وجل، والمراد بهذه الخشية وبهذا الحذر هو الاستعداد للقاء الله عز وجل، أن يعمل المتفقه بما فقه وأن يكون دائما في حذر من أن تباغته المنية، أن يباغته الموت دون أن يقدم بين يديه ما يلقى به الله عز وجل. لا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وهذا يقتضي الحذر. ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، أي يخافون من الله عز وجل ومن عذابه، فإن خافوا ووقع لهم الحذر والخشية من الله فذلك لا محالة يدفعهم إلى العمل، يدفعهم إلى تطبيق ما علموا. ومن هنا
فإن الحد الأدنى من هذا التفقه ومن هذا التفقيه واجب عيني. واجب تفقه في الدين حده الأدنى واجب عيني، أي على كل مسلم بدون استثناء، على كل مسلم ومسلمة، كل مسلم بدون استثناء. طبعا خص يكون مكلف، كنسموه على المكلف اللي هو يجري عليه القلم. كل مسلم ومسلمة يجب أن يتفقه في الدين بالنسبة للحد الأدنى اللي لا يمكن أن نكون مسلمين إلا به. الحد الأدنى هو المعلوم من الدين بالضرورة، الحد الأدنى هو الذي لا نكون مسلمين إلا إذا أقمناه. وطبعا الحد الأدنى له معروف، يعني ينبغي أن تكون أن تتقن صلاتك وصيامك، وإذا كان لك مال أن تعرف كيف تزكي، وأن تحج إن استطعت إليه سبيلا، وإذا كنت تاجرا أن تعرف الحلال والحرام في تجارتك، وهكذا. فهذا هو الحد الأدنى حتى نقيم المكتوبات والمفروضات علينا ونجتنب المحرمات ونكتسب الحلال دون غيره. فإذا من أجل أن نفعل هذا يجب أن نعلمه، أن نعلم أحكام الله فيه. ولهذا قال علماؤنا يجب على كل مكلف أن لا يقدم على فعل شيء حتى يعلم حكم الله فيه، حتى يعلم حكم الله فيه. التاجر ولو كان جاهلا عاميا أميا لا يفقه شيئا ولا يعلم شيئا، ولكن ما يتعلق بتجارته يجب أن يتعلم الحلال والحرام، ما يجب وما يحرم، ما يجوز له وما يحرم عليه. ما ماشي عذر أنه أمي ما يعرف شيء يقرأ، لا، يسول العلماء ويسقسي الفقهاء حتى يعلم حدود ما يجب أن يدور فيه. وهكذا غيره من الصناع والحرفيين والمهنيين وغير ذلك. فكل واحد من المسلمين يجب أن يعلم ما يحل له وما يحرم، هذا فضلا عن وجوب معرفته بأحكام الفرائض المفروضة عليه من صلاة وصيام إلى آخره. فهذا هو الحد الأدنى من العلم بالدين والتفقه فيه، هذا واجب عيني، معنى عيني على كل مسلم بعينه، ما كتنوش فيه طائفة عن طائفة، واجب عيني. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقصد هذا النوع من التعلم في الدين، قالت طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا هو نص الحديث، ما كاينش ومسلمة، ولكن فسر العلماء هذا الحديث بأن المقصود على كل مسلم ومسلمة، لأنه الخطاب الشرعي سواء في القرآن الكريم أو في السنة النبوية، وخا يعني كيذكر غير الرجال فقط، فالنساء تابعات لهم داخلين في الخطاب. ما كيقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا، فهو لا يقصد الرجال فقط وإنما يقصد المؤمنين جميعا نساء ورجالا، اللغة هي هذه. فإذا الحد الأدنى من التفقه في الدين واجب عيني، وكذلك التفقيه فيه، التفقيه فيه إذا لم يكن عندنا القدر الكافي ممن يفقه وقلت الفئة التي هي مؤهلة للتفقيه في الدين، فيصير العمل في بالنسبة لها واجبا عينيا أيضا. ومن رحمة الله عز وجل بنا، ما دام هذا الحد الأدنى هو واجب عيني، يثاب من أتى به ويعاقب من تركه، من ترك التفقه في الدين في حده الأدنى معاقب عن ذلك، لأن هذا الذي لم يتعلم ولم يتفقه في دينه فيما هو ضروري هذا بما هو مسلم، باش غيكون مسلم وما كيعرفش الحد الأدنى؟ إذا لم يكن يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يقوم بأي شيء من الفروضات ولا يحل الحلال ولا يحرم الحرام، إذا لا بد من تعلم هذا الحد الأدنى لإقامته والالتزام به وتطبيقه. ومن رحمة الله تعالى بنا أنه فتح لنا أبوابا كثيرة لهذا التفقه الضروري، راه فتح لنا أبوابا، من هذه الأبواب ما هو يومي، ومن هذه الأبواب اليومية الصلاة، أوجب الله تعالى علينا الصلاة
وجعل لهذه الصلاة أركانا لا يمكن أن تكون إلا بها، لا تصح إلا بها. والركن الركين في الصلاة هو قراءة القرآن، ما كاينش صلاة بدون قراءة القرآن، على الأقل الفاتحة. إذن القصد من كون قراءة القرآن في الصلاة ركنا من أركانها لا تصح إلا بهذه القراءة، القصد من ذلك هو أننا يوميا نتدبر كلام الله عز وجل لنتعلم ولنتفقه ولنعتبر ونتعظ مما نقرأ. يوميا إنسان كيقرأ، على الأقل إذا التزم بالمفروضات راه كيصلي 17 ركعة في النهار. إذا كتقرأ الفاتحة 17 مرة في النهار، هذا على الأقل. فإن أنت يعني زدت النوافل فكذلك. فكل هذه أبواب فتحها الله لك أيها المسلم من أجل أن تتكرر أمامك فرص الاتعاظ وفرص التعلم وفرص التفقه في الدين والتدبر في كلام الله عز وجل وفي كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا فضلا عن عما إذا كانت هناك أسباب طارئة شرع الله تعالى أيضا فيها صلاة وخطبة كالاستسقاء مثلا، كل ذلك محطات للاتعاظ لحصول الموعظة، لأن الدنيا شاغلة ولأن الدنيا فاتنة. فلذلك الله تعالى رحمة بنا تفضلا منه ينبهنا بهذه المحطات وبهذه المواقف. نقف يوميا أمام الله تعالى ونستمع أسبوعيا للموعظة الأسبوعية، وهكذا في خطبة العيدين وخطبة الاستسقاء إذا دعا له السباب وغير ذلك. كل هذا حتى يكون التنبيه مستمرا. وهذا من جهة أخرى أيضا ينبغي أن نتنبه للجانب الآخر، وهو أنه حجة علينا، هذه إقامة الحجة من الله عز وجل علينا. حتى إذا قلت له غدا ما كان يعظني أحد وما سمعت من أحد يقول لي كذا وكذا، لا، أنت كنت تتعظ يوميا من صلاتك وأسبوعيا وأنت تسمع الخطبة وفي كل عيد كذا وكذا، إذن فقد قامت الحجة. ثم ما زاد على هذا الحد الأدنى من التفقه والتفقيه هو واجب ولكنه كفائي، واجب على الكفاية. والواجب الكفائي هو الذي إذا قام به بعضنا قياما تحصل به الكفاية فإنه يغني، يسقط الطلب عن الباقين. هذا هو الواجب الكفائي، ولكن ينبغي أن لا نقف فيه على ويل المصلين، لا، يعني أن يقوم به جماعة قياما تحصل به الكفاية، قياما تحصل به الكفاية. أما إذا قام به البعض قياما لم تحصل به الكفاية فإنهم يبرؤون، تبرأ ذممهم القائمون، تبرأ ذممهم ويؤجرون، والباقون يأثمون. لأن حتى قد يقال الذي لا فقه له كيف يأثم وهو لا حول له ولا قوة. فالجواب عن ذلك أن وظيفته والمطلوب منه هو أن يمكن من هو فقيه، لأن هناك فقيه لم يستطع أن يبلغ لأنه هناك إمكانات ما هي عنده. فإذا الذي ليس بفقيه ولكنه غني فلينفق بماله، تمكينه هو الإنفاق بماله. وهكذا كل من آتاه الله شيئا من مال أو جهد أو كذا أو كذا فلينفق من ذلك الذي آتاه الله ليمكن غيره من التفقيه في الدين. ومن هنا فإن إيجاد كوكب من العلماء في كل جيل وفي كل حقبة هذا أمر واجب علينا، وجوبا كفائيا يجب على الأمة وعلى المجتمع وعلى كل بلد من البلدان أن تكون فيه طائفة من العلماء، بمعنى أن هذا
الوجوب نحن جميعا مخاطبون به، فكل بلد يجب عليه أن يهيئ الأسباب وأن يعد العدة لتكوين وإيجاد طائفة من العلماء الأتقياء الصالحين الأقوياء الأمناء الذين يحفظون شريعة الله من ضياع، والذين يخضعون قضايا الحياة لهذه الشريعة باش كتبقى هذه العملية مستمرة. يعني إخضاع الحياة بقضاياها ونوازلها ووقائعها، إخضاعها لشرع الله تعالى يجب أن يبقى مستمرا باش كتبقى الحياة دائما وأبدا موصولة بالخالق عز وجل، محكومة بحكمه ومنضبطة بشريعته. إذن هذا الأمر هذا وهذا القصد العظيم باش يكون ويتحقق لا بد من أن يكون عندنا علماء. فما ننتظروش حنا العلماء هم الذين يكونون أنفسهم، لا، احنا مسؤولون عن ذلك، مسؤولون عن أن نكون العلماء، مسؤولون عن أن ننفق أموالنا وأوقاتنا وجهدنا وطاقاتنا وإمكاناتنا لنحفظ وجود جماعة العلماء الربانيين القرآنيين الذين يحفظون شريعة الله من الضياع، فإذا وقع الطعن فيها ردوا، وإذا جهلها الناس علموا وفقهوا. هذا واجب علينا، وإلا ضاع كل شيء، وهذا ما يحبه العدو وأعداء أعدائنا الشيطان، وأما الآخرون فإنما هم حزبه. ثم أيها الأحبة الكرام، هذا الذي تحدثنا عنه من الفقه وما يتعلق به من التفقه والتفقيه، علاقته بالوعظ والخطابة كما اتضح لكم وثيقة جدا. هذه ثلاثية لا انفكاك لبعضها عن بعض، فقه، خطابة، الوعظ. لأن الوعظ ما هو؟ الوعظ هو حث الناس ليتعظوا، يعني فعل ما يحصل به الاتعاظ، أي الاعتبار، الازدجار، الخوف من الله، كما جاء في الآية: ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا هو الوعظ، لعلهم يحذرون. وهذا الوعظ بهذا المعنى هذا اللي هو الحث والحض وفعل كل ما يحصل به الاتعاظ، كل ما يحصل به الازدجار والارعواء. مقصود بالازدجار والارعواء يعني الكف عن الحرام، وهذا هو الأصعب، لأن الإنسان إذا استطاع أن يكبح نفسه وأن يقمع شهوته فلا يمتد إلى الحرام، لا يفعل الحرام. إذا استطاع كف نفسه عن فعل الحرام فهو على فعل الواجب أقدر، لأن اللي صعيب هو أن النفس تميل إلى الشهوة المحرمة، تميل إلى ارتكاب المكروه والمحرم والمنهي عنه. فإن أنت قمعتها واستطعت ذلك وتحكمت فيها فمن باب أولى أن تقدر على فعل الواجب. اللي استطاع مثلا يكف نفسه عن شرب الخمر أو ارتكاب الزنا، هذا قادر على أن يصلي وقادر على أن يصوم، لأن الكف صعب، يعني أصعب من الفعل، الترك أصعب من الفعل، أصعب من الفعل، لأن الفعل على كل حال هناك يعني المسائل معينة تقوم بها، أعمال وأفعال تقوم بها، والشرع يعني يسر عليك ويسهل عليك إذا كان ذلك يجهدك، إذا لم تستطع هذه الصورة هذه فبهذه الصورة الأدنى والأقل والأخف وهكذا. أما كف النفس عن الحرام هذا هو الصعب، ولذلك فالوعظ معناه فعل ما يحصل به الاتعاظ. الاتعاظ هذا أعم من الازدجار، الاتعاظ يعني هو تمكن المتعظ من فعل الواجب وترك المحرم، فيشملهما معا. لكن الازدجار والارعواء هذا معناه استطاعة الإنسان أن يكف نفسه عن فعل المحرم، عن فعل المحرم. فهذا تفقيه، هذا الوعظ بهذا المعنى تفقيه، لأنه يوصل إلى نتيجة التفقيه،
فالنتيجة ديال التفقيه هي ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، والوعظ بهذا المعنى يوصل إلى ذلك أيضا. ثم إن الخطابة باب عظيم من أبواب الوعظ، باب عظيم من أبواب الوعظ، الخطابة وعظ. فالإمام وهو يقف كل أسبوع كل جمعة يخطب الناس في أمر من أمور دينهم، ويبين لهم الحرام والحلال، وينصح ويعظ ويخوف وينذر ويبشر، يعني دائما الترهيب والترغيب. هذا الصنيع وهذا الفعل هو وعظ، هو وعظ. فإذا الخطابة باب من أبواب الوعظ، فهي أيضا تفقيه. فالخطابة تفقيه، المسلم حينما يحضر الخطبة، طبعا احنا كنتكلموا على أساس أن الخطيب هو مؤهل للخطبة، يعني هو في مستوى هذا العمل الرباني وفي مستوى هذه الخطة السامية، خطة الخطبة. فلا شك حينئذ أن الناس يستفيدون من هذه الخطبة ويخرجون بفوائد، وإن كانوا متفاوتين في التحصيل، المهم أنهم يتعلمون ويتفقهون. فالخطبة باب من أبواب الوعظ، والوعظ كما قلنا تفقيه في الدين. ومن هنا فالخطيب والواعظ، سواء كان واعظا في خطبته أو واعظا في درسه وفي حلقة من الحلقات التي يعلم فيها الناس ويعظهم ويرشدهم ويوجههم، فالخطيب والواعظ يجب أن يكون كل منهما فقيها، على الأقل في حد من الحدود، على الأقل في حد من الحدود، لأن هذا هو الأصل الحياة الشرعية، هذا هو الأصل. الفقه يقرر هذا، أن الخطيب والواعظ يجب أن يكون عندهما حظ من الفقه، لأن الخطيب والواعظ كل منهما يسأل في أمور الدين. الناس على كل حال في هذه القرون كلها تنظر إلى الخطيب على أنه قدوة، والواعظ على أنه قدوة، كما تنظر إليهما معا على أن كل منهما عالم فقيه، وأنه محل للسؤال، محل للاستفتاء. فإذا يجب أن يعمل كل خطيب وواعظ على أن يكون أهلا لهذه الوظيفة الربانية السامية. فأولا يجب أن يكون عنده حظ من العلوم الشرعية، من فقه وما يتعلق به من علوم أخرى، علوم القرآن، علوم الحديث، العلوم علم العقيدة والتوحيد، أصول الفقه، يعني يكون عنده على كل حال واحد زاد، لا يكون فارغا تماما من هذا. لأن علماءنا وفقهاءنا لما كانوا يتكلموا عن الخطبة وخطتها، طبعا يعني يتكلمون على أساس أنه لا يليها إلا العلماء ولا يلج بابها إلا الفقهاء. على كل حال هي في زماننا هذا التغيير الذي وقع هو بسبب كثرة الناس وكثرة المساجد، لأن من قبل على كل حال الخطبة كتكون في مسجد واحد جامع هو المسجد العتيق، الناس كيصليوا في مساجد متعددة للصلوات الخمس، ولكن لما قد الجمعة ياتون إلى مسجد واحد. لكن ما كثر الناس وتعددت المساجد ديال الخطبة إلى آخره، لم يعودوا يجدون من يقوم بهذه المهمة. فعلى كل حال نحن لا نتحدث الآن عن واقع الخطبة وعن واقع الوعظ والإرشاد، وإنما نقول إن على الخطباء والوعاظ حيثما كانوا وإنما كانوا يجب أن يعملوا على استمرار تكوينهم، وعلى متابعة اطلاعهم وتفقههم. يعني اللي هو مثلا مؤهل لا بد أن يستمر على ذلك، والذي يحس بأنه عنده نقص في ذلك فليستدرك، هذا كله ممكن، لا عيب فيه ولا عار، ولكن العار هو أن يبقى كذلك، أن يبقى وهو يجهل أمورا كثيرة من الأساسيات. لذلك ينبغي على كل خطيب وواعظ أن يكون عنده حظه من الثقافة الشرعية، ثقافة شرعية، يكون عارف شي بركة من الفقه، شي بركة من التوحيد، من تفسير الحديث، علم الأصول، علم المقاصد، غير على كل حال ما لا بد منه،
ما كنقولوش تبحر تبحرا، ولكن على الاقل يكون عنده يعني فكر مزود ومطعم بهذه الثقافه الشرعيه. كذلك ايضا يكون عنده واحد البركه من اللغه العربيه، لا بد، لانه كيف يمكنك ان تفهم القران وان تفهم الحديث وان تفهم كلام الفقهاء والعلماء وانت لا تعرف العربيه؟ هذا محال. بل كيف يمكنك ان تقرا خطبه سليمه ما تلحنش فيها؟ لانك اذا وقع لك فيها غلط ولحن في اللغه، رفعتي المنصوب وصبتي المرفوع، راك المعنى كيتبدل، المعنى يتغير، وقد ينحرف المعنى تماما الانحراف، وقد يفضي والعياذ بالله الى كلمه الكفر. فخص اللغه العربيه على كل حال تكون على الاقل في حدها الادنى ان يستطيع قراءه الخطبه قراءه سليمه، حتى اذا كانت اخطاء تكون لا تغير المعنى. فقد ثبت ان احدا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس من مجالس النبي صلى الله عليه وسلم وقع له لحن، فقال للحاضرين ارشدوا اخاكم فقد ضل، ارشدوا اخاكم فقد ضل. هذا لحن، رفع شيء منصوب او نصب شيء مرفوع او كذا، فقال لهم ارشدوا اخاكم، يعني علموه، علموه كيف ينطق بالكلمه على وجه الصواب. كذلك ايضا ينبغي في اطار هذه المؤهلات التي يجب الحفاظ عليها، ينبغي ان يكون عند الخطيب والواعظ قدر من العلم بالواقع، بواقعه، فقه الواقع. لانك تخطب على قوم في واقع معين وفي بلد معين الى اخره، تكلم منهم على مساله لا وجود لها في واقعهم، تكلم على واحد تصرف من تصرفات ما هوش موجود عندنا، موجود في الشرق مثلا او في اوروبا او في كذا. لا، ينبغي ان يكون الخطيب الواعظ على علم بواقعه الذي هو فيه وبمعطيات هذا الواقع، مكونات هذا الواقع الى اخره الى اخره. الناس مثلا اللي كتخطب عليهم ربما كلهم مثلا فقراء دراويش ما عندهم كذا، وانت كتكلم معهم كانهم اغنياء وكذا، لا، او تجيب شي خطبه كتعلق بالزكاه والمخاطبون كلهم فقراء، لا، خص يكون على كل حال ان كما يقول العلماء المناسبه شرط. وهنا اتذكر الحديث النبوي الشريف اللي كيحذرنا فيه من العلماء الذين لا علم لهم بواقعهم وبما يجري في هذا الواقع، وكيرسلوا الاحكام، يرسلون الاحكام والفتاوى وهم على فروشهم. هذا النوع من العلماء ينبغي الحذر من ان نكون في صفهم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك احدكم ان يكون متكئا على اريكته، اريكه ناموسيه بالدرجه، يوشك احدكم ان يكون متكئا على اريكته، على فراشه، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما احله احللناه وما حرمه حرمناه، الا، كيقول النبي صلى الله عليه وسلم، الا وانما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. فالذي جعل هؤلاء يقولون هذا هو جهلهم. يوشك احدكم، هذا اللي كيهمني انا هو هذا الصدر ديال الحديث، يوشك احدكم ان يكون متكئا على اريكته، يقول، يعني ذيك يقول وما بعدها جاءت، والحال ان القائل متكئ على اريكته في راحه ودعه وخمول، ما يعني هو في ترف من العيش، هو يتنعم بلذه العيش وفخامة الأدوات والأثاث ونعومة الفراش. هذا ما عمره شعر بالخشونة ديال العيش، وما عمره شعر بالفقر وما يفضي إليه الفقر وصعوبة الحياة ومشقة الحياة ومشقة الكسب، هذا لا يعرف من ذلك شيئا. فهو على أريكته، يوشك أحدكم أن يكون على أريك، أن يكون متكئا على أريكته، يقول بيننا وبينكم كتاب الله، ما أحله أحللناه، ما حرمه حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله. إذا المقصود عندي، والحديث فيه فوائد كثيرة واستنباطات، ولكن الذي يعنينا الآن هو هذا النموذج، هذا النموذج من كنا نسميه من علماء السوء،
هذا العالم الذي هو متكئ على أريكته في داءة وفي خمول وفي نعومة ولذة، ثم يرسل بعد ذلك الأحكام. هذه الأحكام اللي غتكون مرسلة من هذه النعومة ومن هذه الفخامة، ما قيمتها؟ أدخل الواقع وعرف شنو في الواقع، عرف الناس اش كيعيشوا، راه كاين اللي ما عندوش باش يتغدى ولا باش يتعشى ولا باش يلبس. فيوشك أحدكم أن يكون متكئا على أريكته، ما هواش في هذه الدنيا، لا يعرف الواقع ولا ما فيه. فإذا هذا النوع ينبغي الحذر منهم، فينبغي على الخطيب الواعظ لتكون كلمته مسموعة، وليكون حكمه مطاعا، وليكون وعظه مؤثرا، سيكون صادق في ذلك. وإذا أردت أن تكون صادقا فانطلق من واقعك، عرف اعرف واقعك. كذلك أن يكون عنده قدر كاف من السيرة النبوية وتاريخ الإسلام، لأن هذا الإسلام هذا ما راهش لسنا نحن الحلقة الأولى فيه، هذا إسلام راه قرون هو كيتطبق من منذ أن جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. فهذه الحلقات السابقة راها مصابيح ينبغي أن تقتدي بها. خذ يعني المحطات المشرقة ناصعة، بدأ بالسيرة النبوية وسيرة الصحابة والتابعين وسائر السلف الصالح، وأنت مار ومعرج على الإشراقات الربانية في تاريخ الإسلام، حتى يكون لوعظك ولخطابتك تأثير بليغ وشواهد تعزز. ثم أيضا لا بد أن يكون عندك أيها الخطيب الواعظ قدر وحظ وزاد من الدراسات المعاصرة، لأن الواقع المعاصر تحته هو فيه قضايا كثيرة تكلموا عليها، فيه يعني مسائل متعددة. تكون عندك دراسات عن معاصرة عن قضايا الأمة وعن مسائلها الفكرية وما يتعلق منها بالمجتمع المسلم، لأنك تعيش واقعا معينا، ما كتعيش في القرون الوسطى، ما كتعيش في العصر الحجري، باش تبقى تكلم مع الناس بأمور لا عدا لهم بها ولم يعد لها وجود في هذه الحياة. إذن هذه أيها الإخوة بعض المؤهلات التي لا بد أن نحافظ عليها، من كانت عنده فليزيد، ومن كان يعاني نقصا منها فليكمل. ثم هناك صفات يجب حفظها في الخطيب الواعظ، صفات يعني إذا أردت أن تضمن نجاح خطبتك ووعظك ونجاحك في رسالتك، فينبغي حفظ أي المحافظة على هذه الصفات. أولها الإخلاص لله عز وجل، الإخلاص لله تعالى في خطبتك وأنت تلقيها، والإخلاص في وعظك وأنت تلقيه أمام المسلمين. إذن الإخلاص لله تعالى والتحلي بمكارم الأخلاق، لأنك قدوة، خطيب قدوة، واعظ قدوة، لأن الواعظ هو الذي يعني يحث الناس على فعل المأمورات وترك المنهيات، فإذا خالف ذلك لم يكن لكلامه قيمة ولم يلتفت إليه الناس. يا أيها الرجل المعلم غيره، هل لا لنفسك كان ذا التعليم، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. فإذا أولا الإخلاص لله تعالى والتحلي بمكارم الأخلاق، والثاني صفة الثانية العناية بمن تخاطبهم، العناية بمن تعظهم. يعني ينبغي على الخطيب وهو يلقي خطبته، وعلى الواعظ وهو يلقي بوعظه وبموعظته، ينبغي أن تكون عنده عناية بمن يتكلم معهم. ماشي هذه في حال شي ضريبة كتأديها، كلام خصك تأديه لأنك عندك عمل، عندك وظيفة كتقوم بها وكتخلص عليها والله يجعل، لا، ينبغي أن يكون عندك حرص بمن تكلمهم، ينبغي أن يكون عندك هم ليصل بهم وعظك وخطابتك إلى نتائج محمودة، ينبغي أن ترتقي بهم. هذا الهم ينبغي أن يكون عندك، وهذا الحرص ينبغي أن يكون عندك، عناية بالمخاطبين، بل ومتابعة هؤلاء المخاطبين، أن تتابعهم وأن تستقي من هذه المتابعة موضوعات للخطبة وللموعظة. ثم ثالثا أن تكون عندك شجاعة، لا بد من الشجاعة والثبات وعدم الارتباك والاضطراب في المواقف، أنت تعمل لله عز وجل
موعظتك وخطبتك هذا عمل شريف وعمل نبيل وعمل سامي، أنت مأجور عليه. حتى تلك الأجرة التي تأخذها مثلا المادية التي تأخذها، عندك أجر أكبر من ذلك لو كنت مخلصا وثابتا على أمرك ولا تتزعزع مهما كانت الأسباب، فأنت مأجور من الله تعالى قبل أن تكون مأجورا ممن يعطيك مكافأتك. فلا بد من قدر من الشجاعة والثبات، لا نخاف من شيء، ولا إذا كان الأمور واضحة بينة، يعني الحرام حرام والحلال حلال، فالمضاراة في الدين وأن تطمس الحرام فتجعله حلالا والحال إلى آخره، والواجب أن تبقى تغلفوا بأنه ما شيء واجب وكذا، هذا ما لا ينبغي للعالم أن يفعل ذلك أبدا. فالثبات والشجاعة كذلك أيضا الفطانة والنباهة، ينبغي أن يكون الواعظ الخطيب نبيها فطنا، لأنه كي يمكن توقع طوارئ مشاكل أسئلة محرجة كذا، فينبغي أن يكون على قدر من الفطانة والنباهة ليخرج من باب سليم ولينقذ الموقف بطريقة ذكية. كذلك أيضا حسن الاهتمام بالجانب المظهر، حسن الاهتمام بالمظهر، لا معنى أن يقف الخطيب أمام الناس بهندام مثير للانتباه، أو أن يقف على كرسي الوعظ وهو بلباس مبعثر بهندام يبعث على الاشمئزاز وكذا، نحن لا نقول لك يعني خذ اللباس كذا كذا، ولكن يعني اللباس يكون كل حال نظيف وكذا، فهذا حتى عليه العلماء، هذا الأمر هذا حث عليه العلماء، بل اعتبره المحدثون من 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 كمال المروءة. المحدثون حينما تحدثوا عن العدالة جعلوا من بين عناصرها المروءة، وجعلوا مما يدخل في المروءة الهندام اللباس. يعني الإنسان إلا خرج مثلا، واش العالم يجي يدير لنا وعظة هو عنده الكتمة، ولا عنده مثلا شيء لباس ديال غير العلماء، هذا غير معقول. هذا هذه الامور الثوابت هذه والاخلاق اللي كانت عندنا خصها ترجع. كذلك ايضا من هذه الصفات كما قلت في سابقا التكوين المستمر، راه من اراد ان يبقى عالما ويزداد يخص دائما يتكون، لا حد للتكويني ولا حد للتعلمي الا الموت، طلب العلم من المهدي الى اللحد. لذلك فالعالم الواعظ الخطيب أولى بأن يبقى آخذا بأسباب التعلم، يقرأ ويطالع ويدارس مع غيره ويحضر إلى حلقات العلم وكذا، سواء كان هو الذي يسير أو الذي يسير، في حال نتعلم نتدارس. وأيضا سابعا ملازمة التقويم والمراجعة والاستفادة من الأخطاء، دائما الإنسان يعني يقوم عمله، يقوم ما قام به من عمل في الخطابة أو في الوعظ والإرشاد أو غير ذلك ليستفيد من أخطائه، أما غير يقول كلمته ويمضي في حال اليوم في حال غدا في حال الشهر الجاي في حال كذا كذا إلى آخره، فهذا ما غادي يعرفش أين أخطأ أو أين أصاب. لا بد من تقويم أعماله والاستفادة من الأخطاء التي توجه إليه. ثم ثامنا حسن الإعداد، حسن إعداد الخطبة وحسن إعداد الموعظة. ثم تاسعا حسن أدائها، وعاشرا حسن التبليغ. هذه ثلاثة ديال النقاط مهمة، عندنا حسن الإعداد وحسن الأداء وحسن التبليغ، ولنا فيها تفصيل على كل حال إذا كان باقي الوقت إن شاء الله بعد ما نفتح النقاش، يعني فيها تفصيلات إذا شئتم أن نخوض في هذه التفصيلات. على كل حال الآن أكتفي بهذا لأفتح لكم الباب وليكون عندكم فرصة للمذاكرة والمناقشة والإضافة ما يمكن أن يضاف إلى هذا الكلام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم أيضا هذه الإثراءات وهذا الإغناء لهذا اللقاء بتدخلاتكم القيمة، هذه التدخلات وهذه المشاركات التي بعضها هو إضافات وزيادات
أثرت الموضوع ووسعت أطرافه واستكملت ما كان يجب أن يستكمل. أول هذه الأسئلة الأخ الكريم يسأل عن الخطيب هل يعني يمكنه في خطبته أن يتجاهل بعض الأحكام الشرعية إذا كان يقصد إلى أمور تدعوه إلى هذا التجاهل؟ فالجواب عن ذلك أن الخطيب ليس مأمورا بأن يجعل خطبته يعني سلام وأنه يعني يقرر هذه الأحكام، لا، هو قلنا كما قلنا الخطابة باب عريض من أبواب الوعظ ومن أبواب الإرشاد والتوجيه والتربية، تربية، الخطابة تربية والخطابة دعوة، هذه هي الوظيفة العامة الأساسية للخطابة. ولذلك فيعني ليس بالضرورة أن يقرر فيها الأحكام وأن يعني يصرح فيها بالأحكام، ولكن إذا تعرض لقضية معينة، تعرض لقضية معينة ويعرف حكم الله فيها وغطى هذا الحكم ويعني دلس فيه وكذا، هذا هو الذي لا يجب أن يكون، لا يجوز أن يكون هذا. الفقيه على كل حال ينبغي أن يعرب عن شرع الله تعالى بكامل الوضوح. نعم، فيما يتعلق ببعض الأحكام المتعلقة بالمجالات السياسية وما إلى ذلك، هذا ينبغي أن لا يعني يقع بأنفه في هذه المجالات، ينبغي أن لا يحشر أنفه فيها. الخطيب ما عنده علاقة بالجانب السياسي إطلاقا، والتناحرات السياسية والأحزاب السياسية والرهانات السياسية والكادة والحملات السياسية، هذه كلها ينبغي أن يعني أن ينزع منها يده. يتحدث بالدرجة الأولى عما يعظ الناس، عما ينذر الناس، عما يخوف الناس، عما يربط الناس بربهم عز وجل، هذا هو الأساس. وتبعا لذلك تأتي بعض الأحكام يقررها بطريقة عادية جدا، ما فيهاش على كل حال تكلف ولا كذا ولا كذا ولا كذا. إذن كل المزالق التي قد ينزلق بها ويقع بنفسه في أجيجها، هذه بعد منها نهائيا يعني ما عنده علاقة بها هو، هذا خطيب، هذا رجل يعني ديال الدواء ديال الفقه والشريعة ماشي ديال السياسة. أيضا الأخ الكريم جاء بمسألة وهي هل الخطيب يعني هل هو ممنوع من أن يأتي برأيه وأن مثلا تكون خطبته متضمنة لموضوع اختاره هو وشارك فيه؟ لا مانع من ذلك، المهم أن يكون الرأي سديدا وأن يكون يعني معززا بما يؤكد حجيته ومصداقيته، هذا هو. يعني إذا أكدته بنصوص شرعية أو نقول علمية أو بواقع مشهود ملموس أو ما إلى ذلك، يعني لأن حتى الفقهاء لما يتكلموا على أو يعني الحكم الشرعي لما يتكلموا عليه العلماء، هو الحكم صفة عامة، حكم صفة عامة هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة، والواسطة عند العلماء هو اللي كنسميوه الآن في التعبير المعاصر المرجعية. فغير الرأي ديالك يكون عنده واحد المرجعية، الرأي ديالك يكون يصح نسبته إلى الفكر الإسلامي وإلى الإسلام وإلى أصوله وإلى مضمونه إلى آخره. أما هو لا، ليس هناك حجر على الخطيب بأنه لا يشارك برأيه، لا، ما كيتجموش، كيشارك برأيك إذا كان هذا الرأي محفوفا بالمستندات وبالمؤكدات والمؤيدات، فهذا كل حال لا مانع منه. أخ آخر جزاه الله خيرا قال بأنه يعني إضافة إلى التفقه في العلوم كذا، اللغة، البلاغة، النحو، ذكر البلاغة وذكر النحو، وأنني لم أشير إلى القرآن الذي هو الأساس. لا، هذا على كل حال، وكان بإمكان أن أمر على هذا لا أجيب عنه، ولكن لا أشرت إلى، بل ذكرت، لا، القرآن هو الأساس، هذا تحصيل حاصل، هذا تحصيل حاصل. لذلك أنا أؤكد ما قاله بعض إخوة في التدخلات أن الأمور البديهية والأمور اللي هي واضحة وكذا وكذا نجاوزها، فعلا هذا كان ينبغي أن يتجاوز. أي منا يعني لا يعتبر القرآن هو الأساس؟ كاين شي خير اللي خديناه من غير القرآن؟ هل هناك علم أخذناه من غير القرآن؟
ما كاينش. فالاصل عندنا هو القران، وهذه الامه كلها وهذا الخير ديال هذه الامه كلها منين جا؟ من القران. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ووجد قومه على ما هم عليه من فوضى ومن تفكك وصراع وتشتت الى اخره الى اخره، القاهم في واحد الوضع سيء جدا، فصيرهم خير امه اخرجت للناس باش بالقران. فعلومنا الاسلاميه كلها ماخوذه من القران، كلها من القران. لا ما كنتكلم على العلوم، كنتكلم على العلوم بصفه عامه شرعيه، لان هذه العلوم اللي كنتكلموا عليها اللي هي الفقه والاصول والتوحيد وكذا وكذا، هذه كلها علوم كتكون واحد الزاد لو دخلت الى القران ونظرت فيه وتاملت في اياته بهذا الزاد لفقهته. يعني عندك مفاتيح، مفاتيح يعني القران واستخراج كنوز القران ومعارف القران والعلم الشرعي الرباني من القران مفاتيحه هذه العلوم الشرعيه. فهذه العلوم كلها خادمه القران الكريم، هذه العلوم كلها خادمه القران الكريم، فكيف يعني يقال هذا؟ هذا ما كان ينبغي ان يقال. أستاذنا الكريم الأستاذ الحافظ حفظه الله تعالى، أشكره أولا على تدخله الذي أضاف به ويعني يعني سلط أضواء يعني نيرة على الموضوع، وخصوصا الآية الكريمة التي انطلقت منها وما يعني ما استنبطه منها، فأشكره على هذه الإفادة القيمة. ثم سأل جزاه الله خيرا سؤالا وجيها، قال هذا النهي الوارد في الآية وهي قوله تعالى الآية الكريمة اللي هي عفوا شرع لكم من دين ما وصى به نوحا إلى آخر الآية ولا تتفرقوا فيه، سأل جزاه الله خيرا عن هذا التفرق المنهي عنه، هل ينسحب على المذاهب الفقهية وعلى التيارات التي دخلت إلى مجتمعاتنا الإسلامية؟ وهو سؤال وجيه في غاية الوجاهة. باختصار لأن الوقت ضيق جدا، الخلافات والشقاقات والفرقة التي وردت في القرآن الكريم كلها على ثلاثة أنواع. الخلافات الواردة في القرآن على ثلاثة أنواع، نوعان مذمومان محرمان ونوع مباح. فأما النوعان المذمومان محرمان فأحدهما الاختلاف في أصول الدين، في كليات الدين، في قطعيات الدين، اختلاف الدين من أساسه محرم. بمعنى آخر الاختلاف اللي كيفرقنا إلى مؤمن وكافر، هذا الاختلاف اللي غيصيرنا هكذا مؤمن بالدين وكافر بالدين محرم قطعا، وهو الذي وردت فيه آيات كثيرة وشنع به على بني إسرائيل لأنه وقع فيهم. المهم الآيات التي تذم الخلاف معظمها في هذا المعنى، هذا في هذا النوع هذا اللي هو الخلاف في أصل الدين. ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر. شوف الخلاف اللي هو في 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 أصل الدين وفي أساسه هو الذي نتيجته أن المختلفين تفرقوا إلى طائفتين، منهم من آمن ومنهم من كفر. إذن هذا النوع الأول. النوع الثاني الاختلاف في الحرب، اختلاف المسلمين في الحرب ممنوع، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، لا تنازعوا، حرم التنازع على الخلاف، لأن النزاع هو بلوغ الخلاف إلى أشده إلى منتهى. إذن هذا نوعان محرمان ممقوتان مذمومان. النوع الثالث هو الاختلاف في الفروع، وهذا مباح جائز إذا احتكم إلى ضوابطه وقواعده من القرآن والسنة. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك أي الرد ذلك خير وأحسن تاويلا. والآية فيها كلام طويل بشرح ديالها واستفادة منها، ولكن مع الأسف المقام ضيق. فالمهم أن الآية تتعلق بنوع ثالث من الخلاف، وهو الخلاف في فروع الدين وجزئياته. هذا النوع من الخلاف هو رحمة بالمسلمين، هو رحمة بالمسلمين، وهذا هو الخلاف الموجود بين المذاهب الفقهية، هو الموجود بين المذاهب الفقهية. فاختلاف المذاهب، طبعا لما كنقول المذاهب كنقصد المتمثلة في أئمتها، مثلا المذهب المالكي يدخل الإمام مالك رحمه الله تعالى، والأئمة الذين اجتهدوا في 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 المذهب المالكي على ضوء قواعد الإمام مالك وأصوله. إذن يدخل الإمام مالك أولا، ثم ابن القاسم وأشهب وأصبغ وفلان ومن وسحنون ومن الأئمة الفحول الذين اجتهدوا
في ضوء قواعد المذهب. وكذلك كل مذهب آخر، إمام الشافعي، إمام أبو حنيفة، الإمام أحمد بن حنبل، ثم الأئمة الذين انقرضت مذاهبهم وبقي فقههم فينا، سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، الأوزاعي، الليث بن سعد، الطبري. الحمد لله الأمة الإسلامية قوية بأصولها وجذورها. فإذا هذه الخلافات التي لها مستندات ولها أدلة كلها رحمة بنا، كلها رحمة بنا، لأن الأمة الإسلامية ما كتعيش في منطقة واحدة، تعيش في شمال الأرض وغربها وشرقها وفي جنوبها، وكل بيئة على كل حال لها عادات وتقاليد ولها أحوال ولها يعني معطيات وكذا وكذا. فإذا أخذت يعني قولا واحدا في فرع من الفروع وألزمت به الناس جميعا فقد أتعبتهم وألحقت به مشقة عظيمة. فعلى كل حال الكلام في هذا طويل ويحتاج إلى درس قائم بذاته. فالمهم أن الخلافات القائمة بين المذاهب ليست من قبيل على كل حال هذا التفرق المنهي عنه. ثم ونفس الكلام الذي أجيب به الأخ الكريم الذي سأل عن جملة من الأمور، من بينها أن الحفظ من الداخل كيف يتحقق مع وجود هذه المذاهب الفقهية المتعددة. إذن نفس الجواب على كل حال، فالخلاف الموضوع موجود بين المذاهب حينما يستند إلى أدلته وإلى أصوله الشرعية وإلى ضوابطه وآدابه، فهذا خلاف توسع، هذا يوسع المسلمين، لا يوسع. يعني وقع المسلم مثلا في واقعة معينة مثلا، فأفتاه فقيه بفتوى زادته غما على غم، فوجد فقيها آخر يعتد بفقهه وبأمانته وبأخلاقه وبدينه، فأفتاه فتوى أخرى على كل هذا، هذه رحمة بالناس. لكن ما ذكره الأستاذ الكريم الأستاذ الحافظ جزاه الله خيرا من التيارات، هذه مسألة أخرى، التيارات والنزعات وخصوصا التيارات الدخيلة التي يعني أودعها المحتل وأدخلها عدو الإسلام، هذه يجب الحذر منها. نتكلم عن المذاهب الفقهية السليمة التي هي كلها سنية وكلها مأخوذة في مضامينها فروعها من الكتاب والسنة والقواعد الأخرى والأدلة الشرعية المعتد بها. هذا اللي أما التيارات المعاصرة الهدامة التي تطعن في الإسلام والتي تنشر العلمانية والفكر الإلحادي وكذا، فهذه طبعا ليست منا ولا نحن منها، نحن منها براء. لذلك انطلاقا من هنا قل الأخ الكريم الذي سأل كما قلت عن الحفظ من الداخل وكذا، أعطى أسئلة أخرى يعني مهمة، ومنها يعني توحيد الفقه قال من أسباب قوته، ولكن هذه ينبغي أن تفهم على حقيقتها. توحيد الفقه يعني إزالة الخلافات التي لا اعتداد بها، هذا نعم، لأن حقيقة لما كنقرأ التراث الفقهي نجد أن كثيرا من الأقوال الفقهية وكثيرا من الخلافات لا أصل لها ولا هي معتبرة ولا يعتد بها، فينبغي تنقيح الفقه منها وتهذيب الفقه منها. فهذا نعم، توحيد الفقه بهذا المعنى نعم، أما توحيده بمعنى أنه قول واحد هذا لا يمكن أن يكون، لن يمكن أن يكون، هذا يستحيل، يستحيل أن يعني أن لأن هذا كل حال غير مطلوب شرعا. توحيد الفقه واجعله كلمة واحدة وقولا واحدا في جميع الأمور هذا غير ممكن ولا هو مطلوب شرعا. الله تعالى ابتلانا بذلك، هذه الخلافات هذا نوع من الابتلاء، هذا نوع من الابتلاء، والمطلوب منا هو أن نتحرى الصواب وأن نخلص لله تعالى في البحث عن الحكم الشرعي. فإذا وصلت أنا إلى حكم اجتهدت وأبذلت وسعي وأفرغت جهدي وطاقتي ووصلت إلى حكم بدليله وحجته، ووصلت أنت إلى حكم آخر واختلفنا، لا 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 حرج في ذلك، فقد اختلف الصحابة رضوان الله عليهم، الصحابة اختلفوا وما زادهم الخلاف إلا ودا وإلا التحاما وأخوة، لأن الاختلاف اللي وقع بيناتهم اختلاف على كل حال ديال التوسعة ديال توسع الاجتهاد يعني وتوسع وجهة النظر الفقهية المعتمدة على الأدلة الشرعية. لكن الذي ينبغي أن نوحد فيه الفقه هو تخليصه وتهذيبه من الأقوال غير المعتد بها. ولذلك قال المتقدمون لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف. قضية الجهر بالحق وأن هناك مواطن كذا ما كذا، لا، وأنا قلت لك من قبل يعني إذا كانت المسألة واضحة بينة والحكم فيها صريح في الآية أو الحديث، أش بقي من المدارات وتبقى تلتاوي وتدخل من هنا وتخرج من هنا. الخمر حرام، الخمر حرام،
كاين شي كيقول حلال. الربا حرام، الربا حرام. كاين شي حاجه كتقول بانها حلال، وريني هذا في الدنيا فقيها في الدنيا وعالما ينتسب الى الشريعه الاسلاميه يقدر يقول لي بان الربا حلال. لا يوجد. الربا حرام، الربا حرام. الخمر حرام، الخمر حرام. الحلال بين والحرام بين. وتبقاو نتلووا حتى في الامور اللي هي ثابته بثواب من ثوابت الاحكام الثوابت. والا بقينا كنتلووا في هذه راسي ما قضينا، غادي نفضيو الدين كاع كله ونطويوه ونجيو بعض الطريق. لا، المسائل اللي هي اجتهاديه واللي هي فيها اختلاف وكذا كذا هذا كلام، ولكن الثوابت والقطعيات هذه حرمه من حرمات الله ينبغي ان لا يعتدى عليها. الله تعالى بيه. الربا حرام، الربا حرام. قضية أن المتفقه على كل حال لا ينتظر إلى أن يصير عالما وفقيها إلى آخره، بل إن إذا فقه شيئا آية أو حديثا أو حكما فإنه ينبغي أن يفقه فيه. احنا ما قلناش لا، ولكن خصنا نفرقوا بين نوعين من هذا التفقه حتى يعني ما يكون الأمر واضحا بينا، كما كيقول العلماء تحرير محل النزاع، نحرر محل النزاع. أنا ما كنقول التفقه في الدين وكنقول التفقيه في الدين، كنقصدوا يعني تعليم الناس الفقه، يعني في الحلقات المستمرة كتعلم الناس، كتقريهم مختصر خليل مثلا أو كتقريهم ابن عاشر أو كتقريهم مصنفا من المصنفات الفقهية، وهذا اللي كنتكلموا عليه احنا. يعني ما يمكن لك تدخل لهذا الميدان هذا حتى تكون عندك الأهلية ديالو. أما مجرد أنك تعظ أو تعلم أو كذا في حدود مثلا شيئا علمته فهذا هذا تفقيه آخر. هذا احنا ما كنتكلموش على هذاك، يعني من علم شيئا فهو فيه عالم وينبغي أن يبلغ ما علمه. هذه ما قلناش لا، ولكن احنا المقام اللي كنا كنتكلموا فيه هو يعني التعليم والتفقيه المستمر، بحيث بحال ما تقول عندك مدرسة، مدرسة كتخرج الفقهاء الأقوياء الأمناء. هذه المدرسة هذه طبعا إنما يباشر العمل في حلقاتها المستمرة في إطار برنامج معين، في إطار يعني مواضيع معينة، خص يكون على كل حال أهلا لذلك، لأن هذا اللي عنده مثلا هذا عنده واحد الحكم عرفه، واش هذا نقدر نقول بأنه عالم بصفة عامة؟ عالم في الجزئية متفقين، يعني عالم في معناها يعني عارف بها عرفها. اما عالم بمعنى عالم هذا لا، بمعنى انه واش يمكن له يجتهد، واش يمكن له يفتي الى اخره. بعض الاخوه الافاضل طلب شرح الحديث المعروف اللي هو نضر الله امرا سمع مقالتي، الروايه اللي كنعرفها نضر الله امرا سمع مقالتي فوعاها فبلغها فرب مبلغ اوعى من سامع. وكاين روايه اخرى فرب حامل فقه الى ما هو افقه منه. نضر الله، نضر الله امرا، هذا على حذف مضاف. نظر الله وجه امرئ، يعني جعل وجهه منورا بنور الله، لأن النظارة والنظرة هي الإشراقة التي تكون في الوجه. نظر الله امرأ سمع مقالتي، أي سمع مني شيئا قلته، شيئا قلته حديثا أو حديثين أو أحاديث، ولكن قبل ما يبلغ قال فوعاها، خصو تفهم ما هو، تحفظها على الأقل يحفظها، لأن الوعي فيه شيئان. الوعي الأول هو الحفظ، يعني أن تحفظ ما سمعت كما سمعت. الوعي الثاني أن تفهم ما سمعت، وهذا أهم، وإذا سمع فهذا أجود. إذا فوعاها، كاين السمع فسمعها فوعاها فبلغها. إذا السماع والوعي أي الفهم الحفظ والفهم ثم التبليغ فبلغها. ثم قال صلى الله عليه وسلم في رواية فرب مبلغ أو عام سامع، هذه كتشرح لك الرواية الأخرى اللي هي فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ربما هذاك اللي حفظ ذاك الحديث حفظه مزيان بحروفه وكلماته راه آمين عليه، ولكنه ما فهموش أو فهمه فهما ناقصا وبلغوا لغيره، فقد يكون ذلك الغير المبلغ أفهم له منه، أفهم لهذا الحديث وأفقه له ممن بلغه إياه. فرب مبلغين، مبلغ هو الذي بلغ الحديث ورواه له الذي سمعه، فرب مبلغين أو عام سامع، أوعى أي أوعب وأحفظ وأفهم لهذا الحديث ممن سمعه. هذه الرواية كتشرح الرواية الأخرى فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ربما إنسان حفظ واحد الحديث وذاك الحديث فيه فقه وأحكام
وفيه يعني فوائد وقيم وكذا، ولكنه ما وصلهاش، ما فهمهاش، لما بلغها لواحد اخر فهمها، فرب حامل فقه الى من هو افقه منه. والحديث عظيم وفيه فوائد كثيره، ولكن المقام ضيق كما قلنا. واخيرا الاخ الكريم جزاه الله خيرا الذي يعني انتقد يعني طبيعة الموضوع وطريقة يعني الموضوع ومضمون الموضوع، وأنه من الأمور المعروفة المحوطة إلى آخره، وأنه لا بد من منهجية توظيف الفقه في الخطابة وفي الاستفادة من الفقه في الخطابة والوعظ إلى آخره دون ذكر ما هو واضح. على كل حال في كونه واضحا بينا، نحن القرآن هذا اللي علمنا أننا نوضح الأمور ونبينها، ويحدث بكلامنا الإفهام والتفهم. يعني الخطابة والوعظ والتفقيه والتعليم وسائر ما يدخل في هذه الحلقة، إذا لم تنبني على هذين الركنين وهما الإفهام والتفهم، مثل ذلك. والقرآن الكريم هو الأساس مبني على هذا. ولقد يسرنا القرآن للذكر. لو كان القرآن معقد هو وفيه يعني بعض هالمناهج هالطرق هالبيداغوجية هالتخربيق هكذا، ما حتى واحد ما يفهمه. فلذلك القرآن الكريم قدوتنا في هذا. ولقد يسرنا القرآن للذكر، تقول الناس الكلام اللي يفهموه والكلام اللي غادي يعملوا به. أما هذه المسألة هذه ديال أننا خصنا شي منهجية وخصنا شي كذا وكذا، وخصنا نتكلموا مع فئة معينة، ما نتكلموا شي مع الجميع، نتكلموا مع فئة مع الباحثين، نتكلموا مع على كل حال ناس كيهيئوا رسائل علمية عليا أو كذا، نتكلموا معهم نعم، أو ناس غادي يتهيئوا باش يدرسوا في الجامعات أو يدرسوا في المعاهد العليا أو نعم. فلكل مقام مقال. نبقاوش عاوتاني غير أنا بغيت نقول بأن هذا الروح هذه ديال غير الانتقاد 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 خصنا نحيدوها، وخصنا نبنيو ما نهدموش. يجب البناء، أما الهدم راح سهل، الهدم سهل، راه ألف كيبني واحد كيهدم كل شيء. فأنا أنصح بأن هذا الروح هذه نثوروا عليها، هذا الروح هذه ديال الانتقاد وكذا، حنا كنتكاملوا فيما بيننا، نتكاملوا ويعني يكمل بعضنا بعضا. وراه انا قلت لك راه يعني ما يمكن لكش تحارب واحد المنهج هذه 14 القرن ولا يعني ودخلنا في 15 هو غادي، ما يمكنش تقود هذا المنهج. هذا المنهج هو اللي كيكون العلماء، المنهج ديال الوضوح هو اللي كيكون العلماء. وفوق هالشي كله هذا مبلغي من العلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.